ينضم إلينا من رام الله السيد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك ومرحبا سيد مراد. كيف تنظر إلى هذه التصريحات والتفكير الإسرائيلي في توقيت هذه الزيارة وفي انتظار الرد من قبل حركة حماس عن هذه الهدنة والتصريحات السابقة من الجانب الأمريكي؟ كيف يمكن أن ننظر الآن إلى وضع الهدنة المزمع أن يتم الإعلان عنها في ظل الرفض غير المباشر من الجانب الإسرائيلي؟ يعني الظاهر أن نتنياهو يريد تصعيد الموقف وتهزيم المسألة وأيضا مزيد من الضغط على الوسطاء وعلى حركة حماس بأن هناك في عصا وجزرة تتعلق باجتياح محافظة رفح، على اعتبار أن محافظة رفح ستكون شكلا مختلفا عن ما تم من اجتياح لمنطقة شمال قطاع غزة وسطها ومنطقة خان يونس، وإنما هو يريد مزيد من ارتكاب المجازر وإطالة مدى الحرب واستمرارية هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني. بالأمس قال سومطرش بن غفير إذا كانت هناك في صفقة معنى هناك رفع للراية، ولا يوجد لا توجد هناك رفع للراية البيضاء ولا توجد هناك حكومة إسرائيلية. لذلك هو نتنياهو يحاول يعني اللعب بمئة حبل في هذه التصريحات وفي هذه التضليلات، وأيضا يبدو أن ما زالت هذه الخلافات ما بين نتنياهو والإدارة الأمريكية فيما يتعلق باجتياح محافظة رفح قائمة، لأن نتنياهو يريد مزيد من إحراج الإدارة الأمريكية، وأيضا يعني إدارة الظهر لكل التحذيرات الدولية التي تتعلق في اجتياح محافظة رفح، خصوصا سيد مراد بأن الرفض الأمريكي أو المعارضة الأمريكية تتوقف على حماية المدنيين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، والآن جيش الاحتلال يتحدث عن إنشاء منطقة آمنة وسط قطاع غزة للنازحين من رفح الفلسطينية. هل كانت تتوقع الإدارة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن تكون هذه التصريحات أو تخرج هذه التصريحات في هذا التوقيت، وهل هي كافية للحصول على مباركة الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة بشكل عام على الدخول لرفح الفلسطينية؟ يعني ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نتنياهو مزيد من تصعيد تصريحاته والمواجهة مع الإدارة الأمريكية، هو يريد أن يحرج هذه الإدارة وأيضا مزيد من حشر هذه الإدارة للردوخ إلى الإملاءات. نتنياهو للأسف الشديد نتنياهو يمارس هذه السياسة العنجهية أمام الجميع حتى أمام الحلفاء، ويبدو أن الولايات المتحدة يعني صار الأخير ترضخ لهذه الضغوطات أو لهذه التصريحات والابتزازات من قبل نتنياهو. وباعتقادي من يعني يتحدث عن إدخال مساعدات أو وجود منطقة آمنة، من يتابع الأخبار بشكل يومي يعتبر أن كل قطاع غزة لا يوجد فيها بقعة من المنطقة أو مساحة من المنطقة الآمنة، الكل مستهدف. حتى يعني منذ أسبوع ونصف بدأت يعني على يعني في مناطق معينة من محافظة رفح تستهدف قوات جيش الاحتلال والطائرات الإسرائيلية بعض المربعات السكنية هناك، وهناك العديد من المجازر ترتكب في محافظة رفح، إلا أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحاول تخفيف الضغط الدولي عليها حتى بالمحاولة بأن هناك في إدخال المساعدات. وشاهدنا امبارح تصريحات بلينكين وفي خلفه إدخال المساعدات، كان يقول بأنه موافق على اجتياح محافظة رفح، لكن في المقابل هناك إدخال مساعدات على قطاع غزة وتخفيف من الظروف الإنسانية التي تعيشها. وفيما يبدو سيد مراد بأنه رفض غير مباشر من قبل إسرائيل إزاء الحديث عن هذه الهدنة، ما هو الرد الأمريكي المتوقع الآن، وكيف يمكن الحديث عن مستقبل هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وما تبقى من أدوات أمريكية للضغط على إسرائيل في عدم المضي قدما في عملية عسكرية في رفح الفلسطينية من ناحية، والمضي قدما في هدنة للإفراج عن المحتجزين من ناحية أخرى؟ يعني باعتقادي ستتأزم العلاقة ما بين نتنياهو والإدارة بايدن، ليس بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأن نتنياهو ما زال يرضخ إلى إملاءات سومطرش بن غفير وأيضا إلى أهدافه السياسية التي تتعلق في بقائه في هذه الحكومة والائتلاف الحكومي. لكن هذه الحكومة أيضا على شفا الانهيار، لأنه هناك الكثير من الضغوطات عليها تتعلق أولا باستقالات بعض قيادة الجيش، وأيضا تلويح غانتس باستقالة هذه الحكومة، وأيضا المظاهرات والمسيرات في الشارع الإسرائيلي تطالب باستقالة هذه الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، سواء
اجتاح محافظة رفح أو استمرت هذا الحرب، باعتقاد أن الانتخابات المبكرة ستكون على الأبواب في يعني في دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأما فيما يتعلق ب يعني العلاقة ما بين نتنياهو وإدارة بايدن، هناك تأزم للعلاقة وستتصاعد، وبظني إذا استمر نتنياهو بهذه السياسة يعني تكف العين أو الطرف الولايات المتحدة عن رفع عن الموافقة على تقديم يعني من محكمة الجناية مطالبة يعني محكمة الجناية الدولية في يعني تقديم أوراق يعني مذكرات اعتقال في اعتقال نتنياهو وغيره من أركان هذه الحكومة. من رام الله السيد مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.